في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب التشكيك في نتيجة الانتخابات، أعلن المجمع الانتخابي الأمريكي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة. تأكيد فوز بايدن جاء بعد أن منحوا أعضاء المجمع الانتخابي في ولاية كاليفورنيا أصواتهم البالغ عددها 55 صوتاً، ليحصل بذلك على أكثر من 270 صوتاً اللازمة للفوز بالرئاسة. بايدن حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتاً لترامب، بعد أن اعتمدت جميع الولايات نتائجها الخاصة بانتخابات الثالث من تشرين الثاني نوفمبر. واكتسبت أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية أهمية كبيرة بسبب زعم ترامب حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق دون أي أساس. من جانبه شن بايدن هجومه الأعنف حتى اليوم على ترامب بسبب رفض الأخير الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متهما إياه بعدم احترام إرادة الشعب وسيادة القانون. ودعا بايدن الأمريكيين إلى طي صفحة حقبة ترامب، لافتا إلى أن الوقت قد حان لمداواة جراح الأمريكيين والتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.